بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. أقدم لكم هذا الفيديو لبيانات الإمام المهدي المنتظر. لمراعاة الوقت باليوتيوب تم اختصار وقت العرض، ولكي يتسنى لكم قراءة البيان عملنا على وضع مؤشر في نهاية الصفحة، وعليكم باستخدام زر الإيقاف لقراءة الصفحة ومن ثم زر التشغيل وللذهاب للصفحة التي تليها وهكذا دواليك حتى يتسنى لكم قراءة كامل البيان. عليكم استخدام زر الإيقاف وهو الزر في أسفل الفيديو من على اليسار. وشكرا لحسن استماعكم. والآن مع البيان الأول. في هذا البيان، وهو بعنوان بيان المهدي المنتظر إلى خطباء المنابر ومفتي الديار في كافة الأقطار، سأل الإمام المهدي المنتظر سؤالا افتراضي، حيث يقول أحد السائلين: ما شأنك يا ناصر محمد اليماني؟ ورد الإمام: ستجدونه، والجواب: إني خليفة الله على المسلمين والعالمين، اصطفاني الله عليكم وزادني بسطة في علم البيان الحق للقرآن على علماء المسلمين والنصارى واليهود، فلا يجادلونني من القرآن إلا أقمت عليهم الحجة بسلطان العلم البين. وللمزيد تابعوا هذا البيان. في هذا البيان يسأل الإمام المهدي المنتظر أيضا ويعرف السؤال الذي يطرح نفسه: فهل ذلك هو التعريف للاجتهاد؟ حيث يقولون للإمام ناصر محمد اليماني، أقصد علماء الأمة: يا ناصر محمد اليماني، إنما ذلك اجتهاد من علماء الأمة، ولن تجد عالما يقسم بالله العظيم أنه لا ينطق إلا بالحق، بل تجد كثيرا من العلماء حين يتمم فتواه للناس ومن ثم يقول: والله أعلم، كونه لا يعلم علم اليقين أن فتواه هي الحق، وإنما يجتهدون عن البحث عن سلطان العلم في الروايات والأحاديث في السنة المتوارثة، وعلى ضوء ذلك يسندون فتواهم في أمور دينهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل ذلك هو التعريف للاجتهاد؟ ونواصل في البيان. في هذا البيان أيضا يدلل الإمام المهدي المنتظر كيف أعرض أقوام الأمم السابقة عن اتباع ما أنزل الله، وأصروا على اتباع آبائهم من قبلهم اتباعا أعمى. في هذا البيان أيضا يذكر الإمام المهدي: وكذلك الذين فرقوا دينهم شيعا من المسلمين يتبعون علماءهم من قبلهم بالاتباع الأعمى، فكيف ذلك؟ في هذا البيان إذن السؤال الذي يطرح نفسه أحد علماء الأمة، يود لو يقاطع الإمام المهدي ويقول: يا ناصر محمد اليماني، لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فلا تقيم حجتك علينا فتثبت علينا ما هي العقيدة التي اتبعنا آباءنا دون أن نستخدم عقولنا؟ وسوف نرى في هذا البيان. هذا البيان ينادي الإمام المهدي المنتظر ويقول: يا علماء الأمة، يا علماء أمة الإسلام، أفلا تفتوني؟ هل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرر ليلة الإسراء والمعراج بأهل النار فرآهم يتعذبون في نار جهنم؟ في هذا البيان سيقرر الإمام المهدي أن العذاب البرزخي قبل يوم الحساب هو في النار وليس في قبر السوء. بيان الإمام المهدي يبين الحديث المفترى على النبي وصحابته الأبرار أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث مفترى على النبي وصحابته الأبرار. الإمام المهدي المنتظر يبين ذلك. لو قاطع عالم الإمام المهدي المنتظر وقال له: مهلا مهلا يا ناصر محمد اليماني المغرور، فها أنا ذا أقيم عليك الحجة من كتاب الله وسنة نبيه، فسوف أخرس لسانك بالحق يا ناصر محمد اليماني، وإليك ما يلي. وفي نهاية البيان سوف نفهم ما يقوله الإمام: فما أرحم الذي أنزل هذا القرآن رحمة للعالمين، الله أرحم الراحمين. والآن مع البيان.